اي حد معاه فلوس وبيحب يستثمر فيها، لا اما بيشتري ذهب او بيروح يشتري شهادات بنكيه، ودي طبعا حاجه كويسه جدا، او انه بيشوف حد من قرايبه بيدخل في مساهمه في عقار او انه بيشتري قطعه ارض. لكن عمر ما حد فكر ابدا ان يكون صاحب مصنع، رغم ان توجهات الدوله الحاليه بتدعم ان يكون الناس بتنتج من نفسها ويكونوا اصحاب مصانع. بس بعض الناس بتعتقد ان عشان يكون صاحب مصنع ده بيتطلب راس مال كبير جدا. خلينا نرحب الاول بضيفنا النهارده استاذ ياسر القماش، رئيس مجلس اداره شركه القماش. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. كل الناس يا استاذ ياسر بتعتقد ان عشان يكونوا اصحاب مصانع ده بيتطلب راس مال كتير، هل ده من راي حضرتك ولا ليك راي تاني؟ لا، هو طبعا لا، مش كل المصانع ممكن تحتاج راس مال كبير. يعني احنا هنقول انت هتعمل مصنع ايه، هو نوع الصناعه اللي انت هتصنعها ايه. وخلينا نتكلم برضو في جزئيه كده في عجاله عن الصناعه. انا من عشاق الصناعه. الصناعه دي يعني هم في حاجتين اساسيين في حياه وجود اي دوله وتقدم اي دوله واي مجتمع، زراعه والبند الثاني صناعه. خلينا نقول او نتكلم في الحاجه اللي تخصنا وهي الصناعه. الصناعه دي هي الروح، هي العصب، هي كل حاجه، هي اللي ممكن تخلي الدوله من اكبر الدول المتقدمه في العالم في سنين معدوده. تمام. وخاصه ان الدوله دلوقتي بتدعم الصناعه عشان نكتفي ذاتيا بعد ازمه كورونا وازمه روسيا. هو بصراحه في يعني مثلا خلينا نقول لو واحد هيبدا او محتاج ان هو يبدا يفتح مصنع، الدوله بتساعده ازاي او بتساعده بايه؟ النهارده انت ممكن تقدمي، يعني مثلا هيئه التنميه الصناعيه، انت ممكن تقدمي على قطعه ارض تناسب مصنعك والدوله بتديها لك بمقدم 10% وبتقسطي بقيه حقها على 7 8 سنين وعلى 5 سنين و4 سنين حسب المساحه وحسب المتاح الموجود. في مساعدات الدوله حقيقي فعلا بتعملها لرجال الصناعة أو للي بادئ يعمل مصنع على قد الحجم بتاعه. إنما أنت عشان تبدأي مصنع برأس مال كبير أو برأس مال قليل كله متاح. تمام. طب إيه المصانع اللي أنا أقدر أبدأ بيها برأس مال صغير؟ زي إيه مثلا؟ هو إحنا ممكن نخلي رأس المال الصغير ده بداية كبير. يعني أنا بشوف في العقارات، في الناس اللي بتشتغل في العقارات ودي طبيعة عملها، بشوف مثلا ممكن شخص واثنين وثلاثة واربعة واكتر بيشتركوا مع بعض ويبنوا بيه عقار، يبنوا برج. تمام. كل واحد بيخش بنسبة معينة وبياخد نسبة مكسبه حسب النسبة اللي حطها. طب انت ممكن تعمل الفكرة دي في المصنع ازاي؟ انت ممكن انت واثنين ثلاثة اربعة خمسة اصدقاء زي ما بتخشوا تبنوا برج او تبنوا عمارة وتستفيدوا منها وتكسبوا كل واحد حسب نسبته، انتوا ممكن تعملوا كده في مصنع. هل فعلا في مصانع راس مالها يبقى نص مليون جنيه بس؟ طبعا في انواع مصانع كتير ممكن تبداي براس مال نص مليون جنيه. زي ايه مثلا؟ شوف انت عينيك جايبه ايه في مصر، هتلاقي في مصنع ممكن يبدا بيه بنص مليون جنيه. التيشيرت ممكن اعمل له مصنع بنص مليون جنيه، القميص انا اعمل له الملابس مصنع. مثلا صناعه الملابس تبدا ممكن ابدا بنص مصنع مليون بنص مليون جنيه. طبعا. طب هل تتوقع مثلا المكسب بتاعه يبقى كام مثلا؟ مش اقل من 30 40 الف جنيه في الشهر ان شاء الله تقدر تكسبهم لو بدات وعملت مصنع. يعني نقدر نعمل مصنع ب 500 الف جنيه بس نكسب في الشهر من مثلا من 30 ل 40 الف جنيه؟ صناعات كتير ومتعدده وفي كذا صناعه ثانيه. صناعات كتير ومتعدده تقدر تقوم بيها. تمام. فكره ان انت تبني مصنع انا بالنسبه لي اقيم بكتير وافيد لدولتك بكتير وافيد لنفسك ولاولادك بكتير من ان انت تبني عقار. تبني مصنع، هي دي انت كده بتبني دوله. الصناعه بتخلينا نقدر نستغنى عن ان احنا بنحتاج للدول اللي بره. بس انا يعني احنا بنقول دلوقتي الدوله فعلا حقيقي بتشجع الصناعه واحنا شايفين كده في اكتر من مكان وفي اكتر من اتجاه، ودي كانت تعليمات وتوجيهات فعلا السيد الرئيس في ان هم يساعدوا المصانع ويساعدوا، ولو حد محتاج ارض يديله ارض، وجهاز التنميه الصناعيه فعلا بيدي للناس اصحاب المصانع في العاشر وفي مدينه بدر وفي كل المناطق الصناعيه. بس احنا محتاجين برضو لمسه بسيطه في قصه تسهيلات، في قصه تسهيل اجراء الاستيراد. يعني في مصانع بحجمها كبير جدا يقدر يستورد لنفسه منتج واثنين وثلاثه وعشره،
او خامه، مواد خام اوليه يقدر يصنع منها منتج واثنين وثلاثه وعشر. انا بتكلم في تسهيل الاستيراد على شركات الاستيراد والتصدير لسبب بسيط، لان في مجموعه كبيره جدا وشريحه كبيره جدا من المصانع المتوسطه والمصانع الصغيره دي ما تقدرش تستورد لنفسها. يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال المصنع ده بيصنع مصنع بلاستيك، بيصنع قطعة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة، بيصنع ماسورة بلاستيك، بيصنع كرسي بلاستيك. المصنع ده عشان يصنع الكرسي البلاستيك ده أو عشان يصنع ماسورة المية البلاستيك أو أي منتج بلاستيك أو أي منتج كاوتش في مصر، المصنع ده بيحتاج 10-12 مادة خام أولية بيتعملوا في خلطة معينة وفي إطار معين وبكميات محددة عشان يطلع المنتج ده. طب انا النهارده كمصنع متوسط، حجم متوسط او حجم صغير، هقدر ان انا العشر مواد خام اوليه استوردهم بنفس وليه؟ كل على الاقل عشان استورد لازم من كل صنف اجيب كونتينر. طب حضرتك ممكن تقول لنا ايه هي الخطوات اللي محتاجينها عشان نكون اصحاب مصنع؟ بدايه انت بس تحددي نوع الصناعه اللي انت هتشتغلي فيها، وفي اكتر من مكتب استشاري يقدر يعمل لك دراسه جدوى جميله جدا عن المشروع وعن بداياته وعن طرق نجاحه وعن كل احتياجاتك فيه. والموضوع بالنسبه حقيقي دلوقتي بقى بالنسبه لهيئه التنميه الصناعيه الموضوع ما فيش فيه مشكله، بتروحي وبتقدمي وبتاخدي دراسه الجدوى بتاعك اللي انت عاملاه لمشروعك وبتقدمي وبتستلمي قطعه الارض بتاعتك وبتبداي تاخدي تراخيص الانشاءات وتراخيص المصنع والمباني وبتبداي من يعني خلال ايام انت تقدري تبداي تنفذي مصنعك. يعني نقدر نقول ان اول خطوه ان احنا نعمل دراسه جدوى كويسه جدا على حد استشاري طبعا في التخصص المصنع اللي انا عاوزه اعمله. رقم اتنين احنا نبدا بقى نشوف الاجراءات القانونيه عند حد مختص يمشي فيها في بناء المصنع وان احنا لا انت بتقدمي احتياجاتك كورق مصنع لجهاز او لهيئه التنميه الصناعيه ودي موقعها في التجمع الخامس ومعاها دراسه الجدوى وفعلا بيتخصص لك قطعه ارض وبتبداي تبني عليه مصنعك اللي انت محتاجاه. يعني ده معناه ان الدوله بتوفر قطعه الارض اللي بيبقى محتاج يبني مصنع، موفر الاف القطع للمصانع للمصانع الكبيرة ومتوسطة الحجم وصغيرة الحجم. طيب ده معناه ان الدولة بتديها للمصنع مجانا ولا بتساهم بجزء من ثمنها؟ لا الدولة انت مش من حقك ان الدولة تساهم لك في جزء من ثمنها. احنا في اماكن انت بتدفع كامل قيمتها ولكن على فترة زمنية بتساعدك ان انت دفعها ما يبقاش بالنسبه لك مشكله على سنين يعني مده زمنيه طويله. لما تاخد قطعه ارض وتسدد ثمنها على 4-5-6 سنين انت كده مش محتاج حاجه تاني. ده بلس ان في اماكن معينه زي بني سويف الجديده مثلا الدوله بتطرح فيها الاراضي ببلاش للمصانع. يعني ده في بني سويف الجديده فعلا الاراضي ممكن بدون مقابل مادي. عظيم جدا. يعني انا اعتقد كده ان الدوله بتساهم على قد ما تقدر جدا لدعم الصناعه عشان نبدا نصنع جوه البلد ونتخطى بعض الازمات اللي ممكن الدول بتعدي عليها زي ازمه كورونا او ازمه اوكرانيا وروسيا مثلا. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان ارجع اقوله تاني، مصنع افيد من عقار. لو حابب تعمل مصنع هتعمله، هتلاقي مساعده من الدوله هتلاقي، بس انت الاول ساعد نفسك وابدا وان شاء الله هتوفق وهتعمل مصنع ان شاء الله. انا اعتقد كده ان يعني ده حافز كبير جدا لاي حد ان هو يبقى صاحب مصنع. انا بشكر حضرتك استاذ ياسر القماش رئيس مجلس اداره شركه القماش، بشكرك جدا.